kamu kalau mau berangkat, berangkat sana, kerja yang baik, yang becus, jangan seperti dulu-dulu. Tapi ingat, di sana itu semuanya orang Islam. Kamu jangan sampai mau diajak mereka untuk masuk Islam. Ya, ingat ya semua di sini di rumah. Dia itu anak kamu, pamitan sana. ألا هلا يبا، خذي الشغالة وديها لغرفتها. هلا أبو طلال. هلا أم طلال، الحمد لله على السلامة. ما شاء الله وصلت الشغالة. إيه تو جاي من المطار، بس ترى الشغالة ما هي مسلمة. إيه مو مشكلة، بس يا أم طلال لا أوصيكم بالتعامل الزين، ولا تنسون عطوها أكل تراها ما أكلت. خير إن شاء الله. هلا وجدان. هلا يبا. يبا. نعم. اللي يدعي شخص الإسلام وش يصير له؟ يكون له أجر عظيم. Maaf ya Ki Habudi, taib baden sami moya dafi malahar akid. Hei bayar lah iftah malabes. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا، كيف اختبارك؟ الحمد لله، أمس أخذنا الجدار حفظته كامل. كفو يا بنيتي. سويت اختبار، ايش رايك؟ يلا خلص اختبارك. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang suci. Baba anati berodakul Islam.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كل واحد منكم يسعى بماله في سبل البر والخير، لكن هل توقفنا لحظة لنسأل أنفسنا عن أفضل الفرص المتاحة؟ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعنيزة يقدم لك فرصة خيرية رائدة، وقف الدعوة النسائي. تم بحمد الله توقيع العقد مع مؤسسة أرسا للتجارة والمقاولات لتنفيذ مبنى وقف الدعوة النسائي، وبدأت فعليا أعمال البناء بتاريخ الأول من شهر جماد الأولى عام 35 و400 ألف. يضم مبنى وقف الدعوة النسائي بحي الأشرفية ما يلي: قاعة محاضرات تتسع 700 امرأة، صالة معارض ببهو المبنى تتسع 450 زائرة، مقرأة تحفيظ قرآن تتسع 30 طالبة، 8 فصول دراسية مجهزة بالكامل تتسع 320 طالبة، 3 قاعات تدريب بأحدث وسائل التعليم التقنية تتسع 120 طالبة، معمل حاسب يتسع 50 جهازا، روضة أطفال وحضانة تسع كل منهما 40 طفلا، حديقة بمساحة 4000 متر مربع تتكون من مسطحات خضراء، ألعاب للأطفال ومضمار للمشي. معدل التردد اليومي للمبنى حسب المتوقع ما يقارب 500 زائرة. إن إسلام المئات سنويا ليس اللبنة الوحيدة في هذا الصرح الدعوي، بل هو جزء من عشرات البرامج والفعاليات. مدرسة أردية نسائية تبلغ عدد دروسها 16 درسا يوميا، حلقات تحفيظ القرآن وتصحيح التلاوة، دروس في العقيدة والتفسير والفقه والحديث والسيرة واللغة العربية، أنشطة ومسابقات ودورات صيفية ورمضانية مكثفة، دروس أسبوعية مسائية للجاليات باللغة العربية والفلبينية والإندونيسية والسريلانكية والإثيوبية والنيبالية والهندية والكينية، مركز أقواس وردية للفتيات لإحياء الحس الاجتماعي في الفتاة وزيادة نضجها وتفعيل دورها في أسرتها وإكسابها مهارات القيادة والإبداع، غراس الرياحين نقش لأصول التربية الإسلامية النموذجية في بناتنا بالابتدائية والمتوسطة، كنز رمضان مسابقة رمضانية عن طريق الشريط والكتاب وحفظ الكتاب والسنة وإعداد البحوث والمشاريع الدعوية، ملتقى خير أمة حفل سنوي صيفي ل10 أيام يتم خلالها إفراغ كل طاقة القسم النسائي للدعوة فيه إلى الله في أوساط آلاف الزائرات، معهد متكامل لتأهيل وتخريج الداعيات، عشرات الجولات الدعوية إلى المستشفيات والمشاغل النسائية، دروس علمية ومحاضرات دعوية أسبوعية، فرع متخصص في الدعوة الإلكترونية عبر كافة قنواتها. شكرنا للي دعمونا حطوا ايديهم بدينا لجل ننجح ساعدونا، الله يحفظ والدينا.